يا صباح الخير والجمال وكل حاجة حلوة يا رب في الدنيا. النهاردة حابة أدخل في الموضوع على طول معاكم، لأن الموضوع فيه كلام كتير وفيه جزئيات كتير جدا. حابة إن أنا ما سيبش جزئية معاكم، وهو قالوا عن العند. كنت عملت جزء أول للعند، وحطينا فيه استراتيجيز نعملها علشان نعرف إزاي نتعامل مع العند بشكل إيجابي، واتفقنا إن إحنا مش هنمنعه ولكن هنقلله وهنتعامل معاه بشكل ما يأثرش على الطفل في المستقبل ولا على شخصيته. هنا الفيديو ده حاجات اتقالت عن العند، حاجات خاطئة اتقالت، هنبدأ نقولها ونقول التصحيح بتاعها في 5 نقط بالنسبة لكل الأمهات اللي متلخبطة. أول نقطة معانا النهاردة هي قالوا إن العند وراثي. فهنا بقى أي أم مثلا تجيلي وإيه يعني، ما أنا ابني أصلا عنيد زي أبوه، معلش أصل دماغه ناشفة كده، إحنا عيلة كلها عنيدة، إحنا عيلة كلها دماغها ناشفة. خليني أقولك، بمجرد ما أنتي حطيتي كلمة العند وراسي دي، أنتي منعتي نفسك وعقلك ودماغك من إيجاد طرق واستراتيجيز تتعاملي بيها معاها، فده غلط. العند شيء طبيعي عند كل طفل، وده مؤشر بيوضح لك ان الطفل ده ماشي في الاتجاه العقلي السليم، وان هو بيكون شخصيته بشكل إيجابي. فوراثي او مش وراثي، برضو هنلاقي طرق واستراتيجي نتعامل بيها مع العند بشكل ايجابي. تاني حاجة اتقالت عن العند، الحرمان. الحرمان كوسيلة للتعامل مع عند الاطفال. خلوني اتفق معاكم ان الحرمان يعني دي كده حاجة عايزين نديها حقها في الشرح، لان حاجة مهمة وانا تناولتها في فيديوهات سابقة. اول حاجة في الحرمان، خلي بالك كويس جدا وانتي يعني من كلامك مع الطفل، يعني مثلا انا هحرمك من كذا، انت غلطت، انت عملت شيء ما لا يغتفر، لازم تتحرم. خلي بالك انتي كده استخدمتي اسلوب سلبي مع الطفل. اي كلمة سلبية بتقوليها للطفل للأسف آجلا أو عاجلا بتأثر عليه في المستقبل، وبتسبب انعدام ثقته بنفسه وبيفضل عايش بيها. فهنا خلي بالك انت بتقولي ايه للطفل، خليكي إيجابية بقدر المستطاع. وهنا زي ما انا قلتلك، انا ممكن اقول حاجة بتدي نفس المعنى ولكن ما قلتهاش بشكل سلبي، حاولت ان انا اكون إيجابية على قد ما اقدر مع طفلي. فهنا تاني حاجة اقولها لكم في جزئية الحرمان، الحاجة اللي انت عايزة تمنعيها عن الطفل كوسيلة للعقاب ما تكونش مادية. ليه ما تكونش مادية؟ يعني مثلا ما اقولوش طب انت لو ما عملتش كذا ما فيش مصروف، لو ما عملتش كذا اللعبة اللي انت عايزها مش هجيبها لك، طب لو ما عملتش كذا اللعبة اصلا اللي معاك انا هاخدها منك. فهنا انتي بتطلعي الطفل ما عندوش عطاء، كل حاجة قصادها حاجة، طب ما فيش دي يبقى انا مش هديكي المقابل. وللأسف ده بيوصل او بيخلي الطفل بشكل او باخر يكون استغلالي في المستقبل وما عندوش عطاء. فهنا لأ، زي ما انا قلتلكوا رجعوا للفيديو السابق، هربط للطفل يعني وسيلة العقاب، انا مش بحب اقول عليها عقاب، وسيلة التقويم بحدث. يعني خلاص انت ما شلتش العابك، طب تعالى نشوف هنعمل ايه بعد كده. الكرتون اللي انت بتحبه، لا احنا ممكن نقلل من وقته شوية، او ممكن يعني ما نفتحوش، ما نقدرش ان احنا نفتحه في الوقت المعين علشان نفكر في السلوك اللي انت عملته. فهتلاقي الطفل هنا غصب عنه لا يعني عايز يشوف الكرتون، ودي حاجة بيحبها، ودي حاجة غير مادية يعني مش ملموسة، ودي وسيلة من وسائل المكافأة. فهتلاقي الطفل بيفكر معاكي في السلوك الخطأ اللي عمله، ودي حاجة مش مادية. أسفة. فأنا بقولك اربطي للطفل وسيلة التقويم بالحدث اللي بعد كده، ما تربطهولوش بشيء مادي. ودي أهمية الروتين، وأنا هعمل لكم فيديوهات عن الروتين
بتاع الطفل قد ايه بيفرق في التربية وبيفرق في القواعد. قبل ما اقفل جزئية الحرمان معاكم، حابة اقولك خليكي ايجابية قدر المستطاع، لان للأسف الظواهر الاجتماعية من التنمر من العنف من كل شيء هي اساسها البيت. يعني ايه طفل عنده 4 5 سنين بيتنمر على اصدقائه في المدرسة؟ ده دليل على ان الطفل ده الاسلوب اللي بيتربى بيه اسلوب سلبي، اسلوب قائم على التقليل منه، على التركيز على النقص بتاعه. فهنا لأ، انا عايزة اقولك خليكي ايجابية قدر المستطاع، لان الطفل هو مراية بتعكس كل اللي استقبلته. هو سبونج، يعني لو عصرتيها بتنزل كل اللي ايه اللي امتصته. فهنا خلي بالك كويس جدا من اسلوبك مع طفلك. وهنا في الجزئية دي اياكي ثم اياكي ثم اياكي ان انتي تربطي عقاب الطفل بحرمانه من 3 حاجات، من الاكل او العاطفة او الفلوس اللي هو المصروف. لان خلي بالك حبك او علاقتك بابنك هي علاقة حب غير مشروطة، او يمكن علاقة الحب الوحيدة اللي في حياته هتكون غير مشروطة. فما بالك لو انت حطيتي له شروط فيها، يعني مثلا لو قلتي له انت لو ما كلتش او لو ما سمعتش الكلام انا مش هحبك. فللأسف بدون ما تشعري انت بتخليه حتى الحب ليه مقابل، يعني ما يعرفش يحب بدون مقابل للأسف. وهنا بقى شكاوي الزوجات اللي يتصلوا يتكلموا، اصل انا جوزي ما بيحبنيش، لازم اعمل 1 2 3 علشان يحبني. وللأسف الموضوع ده كمان بينتقل للأطفال، يعني لو أب بالأسلوب ده فهتلاقي، أو أم بالأسلوب ده هتلاقي الموضوع ده تلقائي بيروح، يعني بينعكس للأسف على الأطفال. فلأ، انت هتحبيه مهما يعمل ومهما يغلط، لأن ده طفل لازم يتعلم ولازم يغلط ولازم يجرب. بالنسبة لجزئية الفلوس او المصروف، يعني زي ما انا قلتلك الطفل عمره ما هيربط ان انتي حرمتيني المصروف علشان ما اسمعش الكلام. مش هيقول بقى اصلا انا كان لازم اسمع الكلام، انا ما سمعتش كلام مامي علشان كده هي ما ادتنيش مصروف. لأ، هو مش هيبرر لك، هو مش هيديكي اعذار، ومش هيلوم نفسه. لا، للاسف هيقول ان انتي مش بتحبيه كفايه وعلشان كده حرمتي من المصروف، لما يقارن نفسه بزمايله اللي كلهم معاهم مصروف. فهنا خلي بالك كويس جدا ان الطفل اصغر بكتير من ان هو يربط السبب بالنتيجة، وان هو يفصل، يعني يقول ان انت عاقبتيه بسبب سلوكه مش بسبب شخصه. لكن للأسف هنا الطفل هيقول هو تعاقب بسبب شخصه. وخلي بالك ان احنا، يعني شوفي احنا بالغين وعاقلين، ولكن للأسف بنقع في الحتة دي. يعني لما المدير مثلا يجي يقول لنا الشغل ده مش عاجبني عيده تاني او كده، للأسف بناخد الموضوع بشكل شخصي، والموضوع بياخد معانا وقت على ما نبدأ نتمرن ونتدرب ان احنا نفصل ده عن ده. فما جيش اتوقع من طفل عنده 5 10 12 15 سنة ان هو ما ياخدش الموضوع بشكل شخصي، غير منطقي. تالت نقطة اتكلمنا فيها الديستراكشن. تالت نقطة معانا النهاردة في ال5 نقط هي نقطة الديستراكشن. وهنا لما تلاقي طفل عنيد، اللي هي بص العصفورة، طب تعالى نشوف الأغنية، طب تعالى نسمع الكرتون، طب تعالى نكلم أنتي في التليفون أو وات ايفر، لحد امتى؟ يعني انا قلتلك قبل كده اسلوب ان انتي تلهي الطفل بحاجة تانية، اوكي ده اسلوب جميل، بس لحد امتى هتفضلي تلهي الطفل؟ يعني انا اقول يعني 1 2 3، بعد كده الطفل خلاص مش هيصدقك وهيكون ده مش هو الاسلوب الفعال معاه. فانا هنا بقول اسلوب الالهاء اتكلمت عنه قبل كده، وقلتلك الاسلوب ده مناسب جدا للتودلرز او الفئة العمرية الصغيرة من 2 3. بعد كده خلاص الطفل بيشوف نفسه ان هو بالغ، بيشوف نفسه ان هو كبير، بيشوف ان هو محتاج تتكلمي معاه
زي وزيك. فهنا للأسف الأسلوب ده مش هينفع، وزي ما أنا قلت لكم ارجعوا لفيديوهاتي السابقة حطها لكم في علامة الآي فوق طفل بتقولي له بص العصفورة، ايه الفرق بينه وبين طفل تاني بتتكلمي معاه، بتنزلي المستوى، بتديله بدايل، الطفل بيتعلم ازاي يتكلم، ازاي يتحاور، ازاي يبقى عنده فن التفاوض. انا عايزة حاجة ومامي عايزة حاجة، طب احنا هنوصل لحل في النص. فهنا انتي بتحرمي الطفل من مهارات كتير قوي ممكن يكتسبها، بتحرميه منه لو ان انتي هتفضلي تستخدمي اسلوب الالهام. رابع نقطة الستيكرز. انا بسمع كلام يعني عجيب جدا، جزئية الستيكرز، ان احنا هنعمل مسابقة بين الاطفال الموجودة في البيت، وهنشوف الطفل اللي في نهاية الاسبوع هيجمع ستيكرز اكبر، هبدأ ان انا اكافئه واجيب له هدية واشتري له لعبة. انا سمعت ده من ناس ومن خبراء تربية بيقولوه للاباء والامهات، واتصدمت هنا ليه؟ لان الطفل يا جماعة يعني ما عندوش من الصبر كفاية ان هو يستنى لاخر الاسبوع ويشوف عدد الستيكرز اللي هيجمعها، لسه الصبر صفة مكتسبة. فما اجيش اتوقع من طفل عنده 5 سنين ان هو يصبر لنهاية الاسبوع، لا مش منطقي. طب ولو ناس قالت لي طب ده حصل والطفل صبر والكلام ده كله، فانا هنا عايزة اقول لك الطفل بعدين هيزهق، بعدين يقول خلاص انا مش عايز ستيكرز. وهنا الربط زي ما انا قلت لك، اياكي ان انتي تربطي حاجه بشيء مادي، لان الماده يعني انا قلت لكم سلبياتها، مش عايزه اكرر نفسي. خلاص الطفل مش عايز حاجه ماديه، مش عايز اللعبه اللي انتي هتجيبها له، مش عايز الستيكرز اللي انتي، انا مش عايز الستيكرز، انا مش هسمع الكلام. فهنا لا، ارجعي لفيديو العند وشوفي الاستراتيجيز اللي قلناها اللي هي بعيدة عن كل حاجة مادية. وهنا في النقطة دي خلي بالك ان انتي لو عايزة تجيبي للطفل لعبة او هدية هتهاله بدون مقابل، يعني ما يبقاش عارف هي جات له ليه، هتهاله علشان انا بحبك مش علشان انت عملت كذا، او احنا ممكن نقول كذا، يعني نقول انت عملت وعملت حاجات ايجابية وبرافو عليك وعلشان كده انا كافئتك، ولكن ما تبقاش هي دي القاعدة، مش كل حاجة قصادها حاجة، مش كل حاجة ليها مقابل، لا. فهنا لا، اسلوب الستيكرز ده انا لقيته ان هو لا مش ناجح بسبب الحاجات اللي قلت لكم عليها. وكمان لما انت تعملي منافسة في البيت بين الاطفال، الطفل اصغر من ان هو يفهم او يعرف مضمون المنافسة الايجابية، هيقول لا اصل مامي بقى جابت هدية لاخويا علشان هو بقى احسن مني، هيبدأ يقارن. يبقى انتي وقعتي ابنك في فخ المقارنة. ابعدي ولادك تماما عن المقارنة، وانا هتكلم في الموضوع ده في فيديوهات مفصلة اكتر من كده. اياكي تخلي طفلك يقارن نفسه بحد. انت فريد من نوعك، انت متميز لانك انت، لانك فاطمة، لانك مارينا، لانك دعاء، لانك محمد، لانك whoever، انت متفرد، انت متميز. مش لا اصل اخوك جاب احسن، لا الطفل لسه اصغر من ان هو يفرق بين الكونسبتس دي. اخر حاجة قالوها في العند مع الطفل، خليكي جدية، خليكي حاسمة، خليكي صارمة. الكلام ده مش غلط، الكلام ده صحيح، ولكن ازاي ابقى صارمة، ازاي ابقى جدية؟ هنا عايزة اقولك الروتين، هنبدأ من الروتين اليومي، وده اللي هنبدأ من خلاله ندخل قواعد للطفل. لكن لو طفل ما عندوش روتين يومي، بيصحى وقت ما يحب، بياكل وقت ما يحب، بينام وقت ما يحب، ما جيش اتوقع منه ان الطفل ده البيهيفير والسلوك بتاعه هيكون بيتحسن، لا هو حياته متلخبطة، هو مش فاهم بينام امتى، مش فاهم بيصحى امتى، بياكل، كل حاجة متلخبطة. فما اقدرش ادخل قواعد ابني عليها. طب امتى اقدر ادخل قواعد ابني عليها؟
لما احط الاطار واحط الفريم واحط حجر الاساس اللي هو الروتين اليومي. ده كان موضوعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. هنتظر تعليقاتكم وارائكم في الموضوع، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان صوتنا يوصل.